مسلسل لعبة النسيان خلتنا ناس كتير جدا تعيط في المسلسل ده، وانت عيطت كتير في المسلسل ده. كلمنا عنه برضو، كان مين رشحك وتعمل مع دينا الشربيني؟ أستاذ هاني خليفة رشحني. اوكي. ويعني نفس اللي حصل بالظبط، ماما هي اللي كانت بتحفظني وبترجعلي، وهو كان بيقول لي يعني لو في حاجة برضو، يعني لو في حاجة زادت في المشهد كده. يعني المشاهد كانت سهلة قوي، بس أسهل حاجة في تمثيل هو العياط. ايه ده؟ ازاي؟ بفكر في حاجة تزعلني وبعدين بعيط. طب وانت كنت بتفكر في ايه بقى بيزعلك كده يخليك تعيط؟ يعني انه مفيش حد بيحبني، يعني فعلا اكتر حاجة بتخليني اعيط كتير ان مفيش حد بيحبني. وانت شايف ان مفيش حد بيحبك ولا انت؟ لا، الناس يعني بتحبني بس بفكر. انت بتقعد تفكر في كده. اوكي. بس اول مرة اشوف طفل يبقى بيقول ان اسهل حاجة العياط. انا بشوف فنانين يقعدوا يقولوا لا، او بيبقى صعب بقى، ويقعدوا يحطوا قطرة بقى وحاجات كده. انا ما حطيتش قطرة. انت كنت بتعيط عياط طبيعي؟ اه.